السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأعزاء حياكم الله جميعا ومرحبا بكم معنا في هذا الموضوع الجديد إن شاء الله، اللي هو موضوع استثنائي إن شاء الله، اللي غنتكلموا من خلاله على بيير تازا وعلى كذلك بعض أنواع الرخام اللي كتكلاطة إن شاء الله. في البداية غنتكلموا على الترونش ديال تازا إن شاء الله، بيير تازا باش وبيير تازا غري، وغنتكلموا كذلك على الادوسي والبوشاردي. يعني هادو بيير تازا غير هما الطريقه كيفاش كي يعني كيتخدموا على حساب العدد ديال الاستعمالات، حيت كاين البوشارداج مثلا كيخدم في لابيسين وكيخدم في بعض الديكورات مثلا ديال الواجهه يعني ديال المحلات ولا ديال الفيلات. البروت راه كيبقى بروت يعني كماده خام، يعني ما غنديروا ليه والو، يعني للتزيين مثلا نقدر نديروه مع البوشاردي، نقدر نديروه مع البولي، نقدر نديروه مع الادوسي. الادوسي ولا الكريزي، الادوسي يعني كيكون محيد ليه البوليساج، ما كيكونش بريون، كيكون بحال قلتي داس ليه جميع المراحل ديال الحكان وبقات غير المرحله ديال الباستا ولا ديال الفوتر ولا ديال الملحه، يعني ما كاينش البريون. وكاين كذلك الفيي ولا كاين اللي كيقول ليه فيي وكاين اللي كيقول ليه روستيك. روستيك هو اللي تيكون محفر واحد شويه كما كتشاهدوا دابا في الصوره، هذا هو روستيك. هذه مرحله تاع هي، هذا روستيك يتخدم كذلك في الحمامات في الحيط، يقدر يتخدم في الواجهه، يتخدم هكذا كذلك روستيك، يقدر يتخدم في الارضيه ديال الفيلا مثلا على برا، يعني في جنب لابيسين مثلا، في جنب ديال لابيسين يقدر يدار ادوسي، يقدر يدار روستيك مثلا ولا فيي بهذه الطريقه هذه، ولا يتخدم كذلك في الدروج. بالنسبه للدروج يعني نقدر نستعملو 3 سنتيم ويكون فيي، غير هو ما نكون شادين عليه بالرابو مزيان، يعني ملي كيضرب بالبروسات ما نشدوش عليه بزاف، يعني ما نزيدوش في لي بار باش تكون لابريسيون واحد لابريسيون كبيره وتحفر بزاف، مع هو شويه راكم عارفين يعني كي يعني ما كيبغيش لافورس بزاف، ومع ذلك يعني كيدفيا يعني كيولي فيي ولا روستيك. كيتستعمل كذلك في الدروج كما شفتوا في الصوره هذه بالنسبه لبيير تازا غري 3 سنتيم. ان شاء الله من بعد غنطرقوا للاكلاطي. الاكلاطي في انواع عده، الاكلاطي كاين مثلا 20 على 5، كاين 20 على 3، 20 على 2، وغالبا مني كيكون الطول مثلا 20 على 2 سنتيم ولا 3 سنتيم الاغلبيه، غير على 2 سنتيم كيديروا مثلا 15، ما كيديروش في الطول ديالو 20 سنتيم. علاش؟ حيت كيتهرس كيكون معرض للهرس بزاف، كيديروا فيه غير 10 سنتيم ولا 15، وكيعطي واحد المنظر هائل. وكاين كذلك 30 على 10، كاين 20 على 5، كاين 30 على 12، وكاين 20 على 10، وكاين 7 حتى هي كذلك 20 على 7، وكاين اللي كتخدم قد ما كان العبار كبير مثلا 15 ولا 12، كيكون العبار لينير بالنسبه للكلاطي. كذلك غنشوفوا ان شاء الله يعني حتى الاثمنه، حيت الاثمنه هي اللي مهمه بزاف، غنطرقوا لها ان شاء الله في هذا الموضوع. هذا نطرقوا الاثمنه ان شاء الله ديال بيير تازا باج و بيير تازا غري ان شاء الله، وغنشوفوا حتى الدالاج شحال تيدير بالنسبه ل 60 30 الباج والغري، وغنشوفوا كذلك بالنسبه للبوشارداج 3 سنتيم اللي كيجي في لابيسين حتى هو ان شاء الله نشوفوا يعني شحال تيكون تقريبا في العبار ديالو لابيسين، حيت كاين ابتداء من 30 سنتيم. هو باش ما نطولوش الفيديو، راه في حد يعني في نفس الوقت كنناقش معكم الموضوع، يعني اللي غنطرقوا ليه ومن خلاله كنعطيكم بعض المعلومات يعني اللي كتكون كتتعلق بهاد الماده هذه. ان شاء الله غنطرقوا كذلك بالنسبه لواحد الاكلاطي اللي هو سداسي الشكل، اللي كيتسمى ملي كيتزاد عليه واحد البوشون ولا واحد الكابوشون كما تيقولوا، ملي كيتزاد عليه في المونتاج كما كتشوفوا في هاد الصوره هذه، كتزاد عليه كيولي كثير، كيتسمى كره. نقدر نبغيو مثلا واحد الشكل دائري نخدموا بها الطريقه هذه اللي كتشوفوا دابا، راه كتشوفوا هذه البياسه ديال تازا اللي هي سداسيه الشكل، ملي كتلاقى مع بعضها كتعطيها الطريقه هذه. والا بغيناها مثلا على شكل سلسله كناخذوها طويله كما كتشاهدوا دابا بالنسبه لهذه الخدمه هذه. وخليكم حتى الاخير، راه كاين ما يتقال بزاف، غير هو ملي ندخلوا لصلب الموضوع ان شاء الله راه غتزاد بعض الاضافات. ومرحبا بكم معنا، وتحية الإخوان جميعا والأخوات المشاهدين بصفة عامة. تبارك الله عليكم.
الاخوان بالنسبه لهاد هاد بيرتازا هادي راه 30 على 10 وكتسمى الشونفرون، هادي كتسمى الشونفرون. الاغلبية كتخدم ب 30 على 10 ولا كتخدم ب 28 على 7 ولا تقدر تخدم ب 20 على 5. ديما خاص تكون شي حاجه، يعني الا خدتي العبار ديال العرض مثلا 5 سنتيم خاص على الاقل تكون عندك في الطول اما 15 اما 20 اما 25، يعني ديك 5 كتبدا تكرر شحال من مره. يعني الطريقه اللي شفتو في الاولى يعني قاطع مقطوع، وبالنسبه للطريقه الثانيه اللي شفتوها راه هي السبوله اللي كتسمى السبوله، يعني باللغه العاميه يعني الحريريه كيقولوا السبوله. هذه الطريقه الثالثه اللي هي السبوله غير هي مخدومه مضوبله. بالنسبه لهاد التزاكري الثمن ديال الاخوان شونفرون 30 على 10 كاين 60 درهم وكاين 70 درهم، وهي تقريبا بحال بحال تازباج، غير هي الكري كتكون زايده شويه في الثمن، يعني الفرق ديال 5 درهم تقريبا ماشي بزاف. بالنسبه لهاد بيير تازا 3 سنتيم هذه بولي، يعني عبار مقاد هذا، يعني غيمشي ديريكت غيتبوزا. هذا عبار هذا راك شفتو تبارك الله كيبان مزيان، هو ملي كيتقطع وكيولي عندك ركاب كيعطي منظر رائع، ماشي بحال الا كان ترونش كيبان انه بحال ما مقادش. وكذلك مثال بالنسبه لهاد 2 سنتيم، هذه 2 سنتيم ديال تازاكري، هذه حتى هي مقطعه، يعني خاصها غير تمشي تبوزا وراه كتجي رائعه صراحه. هو هاد بيرتازا لافونتاج ديالها هو انها تقدر تركب في الشمس وما كتاثر من والو، يعني كتبقى محافظه على اللون ديالها بصفه نهائيه. بالنسبه لهاد الاكلاطي الاخوان، هذا الاكلاطي ديال نوار خريفرا، الاكلاطي ديال نوار خريفرا نطرقوا للثمن ديالو ان شاء الله، غنمشيو مع الصور، يعني اللي بانت لينا شي صوره غنهضروا على الخوت باش تعمل الفائده وصافي. وراك شي الكوا، يعني الروتور من الاحسن كيتشونفرا، ملي كيتشونفرا كيبان مزيان، ماشي بحال الا زدتي شي باكيطه تما ولا زدتي شي مولور، كون زدتي شي مولور تما ما غيعطيش مزيان. علاش؟ حيت عندك الروتور، كون ما كانش غير عندنا الروتور مع الجناب نقدر نضربو مولور نحبسو به، والمولور غنطرقو ان شاء الله في اخر هذا الفيديو ونوريكم المولور راه كيتركب اون متر لينيير، وكتكون فيه 3 سنتيم، الاغلبيه كتكون فيه 3 سنتيم في ليبيسور ديالو، و تيكون فينيسيون سامبل و تيكون مروندي، اما كيكون فينيسيو عادي تيجي خارج بواحد 2 سنتيم تقريبا على الكلاطي ولا بسنتيم على الكلاطي على حسب، يعني على حسب البوزور كيفاش غيبوزي. وكاين اللي كيكون مروندي، يعني في فينيسيو روندي يعني بومبي. هذا لاردواز الاخوان، هذا لاردواز غنعطي الثمن ديالو كاع دابا ان شاء الله. بالنسبه لهذا لاردواز الاخوان هذا الثمن ديالو، بالنسبه لهذا اللي بان عليه من 110 درهم، وهاد الجوج هادو النوار وهذاك اللي تيبان صفر راه الاغلبيه تيقولوا ليه الحجر، يعني هذاك الثمن ديالو 120 درهم المتر كاري. هذا هي داك اللي قلت لكم الشكل السداسي الاخوان اللي تيعطي ديك الكره، هو هذا اللي كتشوفوا فيه امامكم يعني. وهذا بالاضافه الى هذاك البوشون اللي تيكون تقريبا فيه 12 على 12 اللي كيدار في الكواه ديال هاد الشكلين جوج، يعني كيدار في القند ديالو. هذا تدير 200 درهم 190 درهم المتر كاري، وتيجي هائل راك شفتو في الصوره اللي كانت فاتت من قبل، وكيعطي واحد المنظر رائع وكيتخدم حتى طويل حتى هو. بالنسبه للمرور الاخوان هو هذه الباند هاي كتسمى المولور، هذه الباند هاي خارج تقريبا 5 ملم تقريبا ولا سنتيم، هذه راك شفتوها سامبل الاولى، وهذه مراونديه، هذه ها هي مراونديه الاخوان هنايا كيف كتشوفون فيها، هذه فيها فينيسيا وروند، يعني ملي كتجي خارجه هذاك الروند كيعطي واحد المنظر هائل. وبالنسبه للثمن هذا الروند هذا الثمن ديالو كيدير 13 درهم المتر لينيير، كنهضر على البيع ما كنهضرش على لابوزا الاخوان. بالنسبه للفينيسيون سامبل اللي كتكون فينيسيون عادي كدير 9 درهم المتر لينيير. بالنسبه لهذا الشكل هذا ديال بيرتازا هذا كدير على حساب ديكوراسيون كيما شفتوها واضحه في الصوره، يعني تيبان غادي بحال السنسله وتعطي واحد المنظر رائع. وهذا الثمن ديالو الاخوان راه كيدير 200 درهم المتر كاري، يعني ان متر كاري يقدر يزين لك واحد لونكادرومون ديال شارجون تقريبا.
بالنسبه لهادو لي كلاطي، الانواع ديال لي كلاطي اللي كاينين هما هادو ان شاء الله اللي غنطرقوا لهم تما، ان شاء الله نطرقوا الاسمنه ديالهم. بالنسبه لهادي الكري، هذا قريب سليمان، والثمن ديالو الاخوان هاد قريب سليمان هذا 160 درهم المتر كاري. بالنسبه للاكلاطي هذا اللي كتشوفوا فيه دابا، هذا بيير تازا، والثمن ديالو الاخوان تيبقى 130 درهم المتر كاري. هادي بلون كارار، بلون كارار كتكون معرضه للشوت بزاف، والثمن ديالها يعني 270 درهم المتر كاري، 250 درهم يعني 250 حتى 270 درهم المتر كاري. علاش؟ حيت هي فراجيل والاغلبيه ما كتضربش فيها 20 سنتيم، يعني كتضرب فيها 15. وكذلك بالنسبه للايبيزا، حتى ايبيزا هي تقريبا نفس الثمن. بالنسبه لهذا البانو الاخوان، نوار خنيفر ونوار فيني، هذا ديال 3 سنتيم، هذه نوار خنيفر ديال 5 سنتيم. بالنسبه لديال الاثمنه ان شاء الله تندخلوا البانوات ديال الشانطيوات الداخلي ان شاء الله، ونطرقوا الاسماء ديالهم، حيت كاين لي بيير وكاين الخام، نعطيو ان شاء الله الاسماء ديالهم ان شاء الله، ونعطيو الاثمنه المتر كاري ديال لي كلاطي. بالنسبه للاخوان، هذا بيير تازا ستري اكلاطي، كيضرب بالديسك في المنشار يعني في الديبيتو الصغيره، ومن بعد كيتكلاط يعني كيضرب مسيطه والبيران، غير كيضرب جن بواحد الطريقه اللي حرفيه باش ما يتهرسوش الجناب ديالو. والثمن ديالو الاخوان هذا راه كيدير 180 درهم، 190 درهم، حتى 250 درهم على حساب العبار ديال البياسات اللي عندنا، يعني قد ما تزاد العبار ولا العبار كبير اللي غيضرب لي ستري واكلاطي قد ما تزاد الثمن. هذا بيير تازاكري يعني فيه العبار ديال 10 سنتيم و 12 سنتيم، كيتباع اون متر كاري، غير هو بالنسبه للديمونسيون ديالو كتحافظ مثلا على 12 سنتيم، وشي لاخر كتاخذو لينير على حساب لابوز. ضروري ملي خاصو شي بياسات صغار غتلقى ما عندك في هاد العبارات هادو. دابا الاخوان ان شاء الله غنطرقوا الاثمنه ديال لي كلاطي ان شاء الله ديال البيير، غنطرقوا الاثمنه ديال البيير وديال الرخام. بالنسبه لهذاك نوار خنيفرون، هذا الفولي بيليس، هذا قريب سليمان ولا غريفيوري، هذا بيير تازاباج، هذا بيير تازاكري ومخلط مع تازاباج، هذا 3 سنتيم، هذا الفولي بيليس، هذا بيير تازا ديال 3 سنتيم، هذا ايبيزا روس هول فولي بيليس، القريب سليمان ونوار خنيفرة، غير دوك الاخرين فيهم 3 سنتيم يعني 20 على 3 ولا 15 على 3. بالنسبه للثمن ديال هاد النوار خنيفرة الاخوان، النوار خنيفرة وهاد الفولي بليس هذا وهاد الغريفيولي ولا غريب سليمان، الثمن ديالهم كيبقى الاخوان 190 درهم المتر كاري، فيه العبار 20 على 5، هذا كيبقى مثقب وكيعطي واحد المنظر هائل. بالنسبه لهاد بيير تازا باش او بيير تازا كري، الثمن ديالهم كيبقى 130 درهم المتر كاري. بالنسبه لهاد الفولي بيز ديال 3 سنتيم او بيير تازا 3 سنتيم، يعني تازا يعني كتخاد 130 درهم المتر كاري، يعني بحال في ديمونسيون بحال 3 سنتيم بحال 5 سنتيم في العرض، والفولي بيز راه كيبقى 190 درهم كما قلت لكم في الاول، يعني بحال 3 بحال 5. بالنسبه لهاد بلون ايبيزا ولا بلون كارار ولا بير لاتينو مثلا، راه ما كتقطعش فيها 20، كتقطع فيها غير 15 في الدور ولا 10، والثمن كيبقى 270 درهم المتر كاري. هاد روس سهول هادي الثمن ديالها 200 درهم، 190 درهم يعني قول 200 درهم المتر كاري. وهاد الفولي بيس الاخوان كيما قلت لكم 190 درهم المتر كاري. هادي بيير تازا كري بوشار، البوشار باش الاخوان الاغلبيه كتستعملو في لابيسين، يعني في الجناب ديال لابيسين كيستعملو هاد البوشار، هذا كيتسمى بوشار بيير تازا بوشاردي، والثمن ديالو كيدير 190 درهم، 200 درهم المتر كاري. وبالنسبه للثمن الاخوان، الترونش ديال بيير تازا كري الثمن ديالو راه كيبقى 100 درهم المتر كاري، و الا كان مقطع راه كيتحسب حتى 200 درهم المتر كاري.
يعني 180 190 حتى 200 درهم على حساب الجودة ديال الطرونش. وبالنسبة للستين ثلاثين الإخوان راه كتباع برود على من بعد كتحك، يعني الثمن ديالها بالنسبة للقري راه كيوصل 90 درهم للمتر كاري. وبالنسبة لهذا بيير تازا بوشاردي 3 سنتيم، بالنسبة لهذه الإخوان كدار في الحاشية ديال لابيسين والثمن ديالها 220 درهم للمتر كاري. هذه الإخوان بيرتازا باش بالنسبة للثمن ديال الطرونش، الثمن ديال الطرونش كيبقى ب 90 درهم للمتر كاري. وبالنسبة للمقطعة الإخوان دايره 170 درهم للمتر كاري. وبالنسبة لل 60 30 باج الثمن ديالها كيبقى 85 درهم للمتر كاري الإخوان. دابا الإخوان غنعطيكم واحد الشانطيوات وموديلات وخدامي ديال بيرتازا وكذلك ديال بعض أنواع ديال الكلاطي ديال الرخام. نتمنوا إن شاء الله نكون فدناكم ولو بالقليل الإخوان. تحياتي لكم جميعا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله وموضوع جديد. تحياتي لكم.